لقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بالصحابة، ومن بين الذين أمرنا أن نقتدي بهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. وأبو بكر هو من الخلفاء الراشدين، فنقرأ سيرته ونتمعن في سيرته فنأخذ أخلاقه، عفافه، قناعته، ورعه، بكاءه، خوفه من الله عز وجل، خدمته للإسلام، تفانيه وسعيه في رضا الله عز وجل. فلا بد أن نقتدي بأمثال هؤلاء، لأن الشخصية تبنى بالاقتداء. لا يمكن لك أن تبني شخصيتك إلا إذا اقتديت بالصالح من الرجال. لا يمكن أن تبني شخصية ابنك إلا إذا جعلت له قدوة في الصالحين. لا يمكن أن تبني شخصية ابنتك إلا إذا جعلت لها قدوة في الصالحات. بهذا تبنى الأمم.